قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. واعلم أن في الخلوة عشر فوائد، جرب اللي من أهل الطريق إذا كان بإذن من شيخه أو يستأذن شيخه ويدخل الخلوة. أول فايدة في الخلوة إيه؟ السلامة من آفات اللسان، فإن كان وحده لا يجد معه من يتكلم، أول شيء هتسلم من آفة اللسان. لأن وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة، وفي رواية على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، فاكرين الحديث ثكلتك أمك يا معاذ. فأول شيء السلامة من آفات اللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سكت فسلم أو تكلم فغنم. رحم الله عبدا سكت فسلم أو تكلم فغنم، أي تكلم فيما يعنيه، وتكلم عن علم، وتكلم في وقت يجب فيه الكلام أو ما كان يسعه فيه السكوت، لأن الكلام له ضوابط. كان بعض الصحابة لما سمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فكان يشيل معاه بعض الحجارة كده زلط يعني، فإن أراد أن يتكلم ألقم فمه زلطة حجرا ثم يتدبر أولا بأي نية سوف يتكلم، يفكر الأول بأي نية سوف يتكلم، بنية خالصة لله تعالى ولا بغلبة هوى ونفس. أول شيء يا ترى بأي نية هيتكلم؟ طيب بنية خالصة لله تعالى، هل هذه الكلمة الخالصة لله تعالى عن علم أم عن هوى؟ يتحقق أنه عالم بما يقول لا عن علم. طيب هل هي في محلها؟ يعني الأشخاص اللي هتقول لهم الكلام ده ينفع معاهم ولا ربما يفهموه على غير محمله أو يسيئوا بهذا الكلام أو ينحرفوا به؟ طيب في محمله في محله، طيب يا ترى هل وقته مناسب أم غير مناسب الوقت، وهكذا. فكان لما ترجع للصحابة رضي الله عنهم والتابعين كيف كانوا يضعوا شروطا قبل أن يتكلموا ويلزموا بها أنفسهم، لعلمنا أننا في زمان نسأل الله العفو والعافية. رحم الله عبدا سكت فسلم، رحم الله عبدا سكت فسلم أو تكلم فغنم. ولا يسلم في الغالب من آفاته إلا من آثر الخلوة على الاجتماع، ما بيسلمش غالبا من آفات اللسان إلا من آثر الخلوة. وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه: إذا رأيت الفقير يؤثر الخلوة على الاجتماع والصمت على الكلام والصيام على الشبع، فاعلم أن حبجه قد عسل. يعني زي النحل كده الحجب بتاعه، الحبج اللي هو إيه العش يعني بتاعه، يعني خلاص بقى فيه العسل، يعني أثمر، يعني أثمر. وإذا رأيته
يؤثر الخلطة والكلام والشبع على ضدها فأن حبوجه خاون. العش بتاعه خاو، ما فيهوش عسل، ما فيهوش ثمار، ما فيهوش نتاج. وقال في القوت، أي قوت القلوب لأبي طالب المكي رضي الله عنه، وقال في القوت: وفي كثرة الكلام قلة الورع. في كثرة الكلام قلة الورع وعدم التقوى وطول الحساب. الكلام الكثير أمامه حساب كثير عسير. كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا قد تهوي به في جهنم 70 خريفا. وطول الحساب ونشر الكتاب في الحساب، يعني ها كل واحد ايه كتابه معاه طائره في عنقه. وكثرة الطالبين، وبيكلم يصيب هذا بكلمة وهذا بكلمة فيطالبه بها يوم القيامة، والأحاديث في ذلك كثيرة. وتعلق المظلومين بالظالمين، وكثرة الأشهاد من الكرام الكاتبين، ودوام الإعراض عن الملك الكريم، لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان، وفيه الكذب وفيه الغيبة وفيه النميمة وفيه الزور وفيه البهتان. ثم قال: وفي الخبر، ده أبو طالب المكي، وفي الخبر: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. الناس اللي من عادتها بتتكلم كتير، ربنا يعني يذكرنا ان احنا نحافظ، ها، ما نتكلمش الا في ضروره وعن علم وفي محله والى من هو اهله، ها. اكثر خطايا ابن ادم في لسانه، واكثر الناس ذنوبا يوم القيامه اكثرهم خوضا فيما لا يعني، فيما لا يعني. ولذلك أظن الإمام البيهقي قال إن أحد 4 أحاديث يدور عليها مدار الدين كله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وأكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم خوضا فيما لا يعني. دي الفائدة الأولى، السلامة من آفات اللسان. الثانية، الفائدة الثانية من الخلوة، حفظ البصر والسلامة من آفات النظر. فإن من كان معتزلا عن الناس سلم من النظر إليهم وإلى ما هم منكبون عليه من زهرة الدنيا وزخرفها. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وأصبح النهاردة زهرة الحياة الدنيا مش في الشارع بس، بتدخل عليك وانت قاعد مكانك. يعني احنا في زمان نسأل الله أن يعافينا منه ومما فيه. كيف حقيقة للمريد في هذا الزمان أن يسلك وهو لا يكاد يمشي إلا وهو محاصر، ولا يكاد يتحرك إلا وهو محاصر، ولا يكاد يجلس إلا وهو محاصر؟ فنسأل الله أن يعيننا على زماننا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فتمنع بذلك النفس من التطلع إليها والاستشراف لها ومنافسة أهلها. لأن رؤية هذه الحياة الدنيا وزهرتها بهذا الأمر يجعل النفس تتطلع إليها وتستشرف، ها،
وتستشرف هذه الدنيا وما فيها. وقد وقال محمد بن سيرين رضي الله عنه: إياك وفضول النظر، إياك وفضول النظر، فإنها تؤدي إلى فضول الشهوة. وقال بعض الأدباء: من كثرت لحظاته دامت حسراته، لحظات نظراته يعني دامت حسراته، لأن اللحظات والنظر يؤدي إلى يقظة الشهوة، وهو لا يستطيع أن يؤدي هذه الشهوة في حرام، فبالتالي يتحسر، ها؟ وإن أدها في حرام فحسرته أكبر وندمه أكبر. وقالوا: إن العين سبب الحين، سبب الهلاك، الحين هنا الهلاك والتعب. ومن أرسل طرفه اقتنص حتفه، من أرسل طرفه يعني النظر بتاعه اقتنص حتفه. وإن النظر بالبصر، حتفه الهلاك بتاعه يعني، وإن النظر بالبصر إلى الأشياء يوجب تفرقة القلب، النظر بالبصر للأشياء والتطلع إليها يوجب تفرقة القلب وانصرافه عن الحق سبحانه وتعالى وتشغبه في الدنيا وما فيها. يبقى تاني شيء حفظ البصر، يبقى أول شيء سلامة اللسان وحفظه، الأمر الثاني سلامة البصر، الثالث الفائدة الثالثة من الخلوة حفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة وغيرهما من الأمراض. قال بعض الحكماء: من خالط الناس داراهم، ومن داراهم رآهم، ومن رآهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا. تدرج، المداراة موجودة، هي من الإيمان، هي من الإيمان، لكن لأهل العزم واليقين، أهل القيادة. سيدنا معاوية بن أبي سفيان يقول: بيني وبين الناس، لو بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها أبدا، تتقطعش أبدا، لأنك يمكن أن تخالط أحد من الناس في عملك، في بيتك، في أمر من الأمور أنت مضطر للتعامل معه، فإن خاصمته وقع فيك وأضر بك، وإن عاشرته واختلطت به أضر بك وأساء إليك عشرته. فتعمل إيه؟ دي المداراة. يبقى تحافظ معه على شعرة معاوية، إن شدها فتقترب منه حتى لا تنقطع، وإن اقترب منك ترجع إلى الخلف قليلا حتى لا يختلط بك، فتظل محافظا على هذه الشعرة، لأن في مفارقته إساءة وضرر، وفي الخلطة معه إساءة وضرر. ولذلك لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم كان من هؤلاء سيء الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا أخا العشيرة، أهلا وسهلا، طلبتك إيه؟ قال: كذا وكذا وكذا. فقضى حاجته، فانصرف الرجل، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله. قال: يا عائشة، المداراة من الإيمان، المداراة من الإيمان، والرياء من الكفر، المداراة من الإيمان، لكن الرياء شعبة من الإيه؟ من الكفر، لكن المداراة منين؟ من الإيمان. ولذلك قالوا: دارهم ما دمت في دارهم، ده مش رياء، لكن
بالنسبة للمريد يخلي باله من اللي يقوم بالرياء بالعفو بالمداراة؟ صاحب حكم أو قيادة، دي من مسايسة الناس، ها؟ قائد، رئيس، زعيم، من مسايسة الناس، من مسايسة العامة والناس أن يفعل هكذا ليؤلف قلوبهم ويسوسهم إلى الخير. فمن هنا كانت المداراة من الإيمان. لكن المريد قد تكون المداراة عليه إيه؟ خطيرة. لماذا؟ لأن من دارهم راءهم، هيبدأ يرائيهم، ولو رآهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا. قال بعض الحكماء: من خالط الناس دارهم، ومن دارهم رآهم، ومن رآهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا. وقال بعض الصوفية: قلت لبعض الأبدال، الأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، قضية تحتاج إلى درس وحدها، لكن تكلم فيها العلماء، وارجع إلى تفسير ابن كثير تكلم فيها، والشيخ جلال الدين السيوطي له بحث في الأبدال وغيرهم كثير، والبعض ينكر ذلك على اعتبار أن هذه أحاديث ضعيفة، ولكن على كل حال هم درجات عند الله، فسمها كما شئت، وهذه درجات في الغيب، أبدال أو نقباء أو أقطاب أو غير ذلك، فهذه هم درجات عند الله، وإن كل منا إلا له مقام معلوم، فهي مقامات عند الله تعالى. وكان مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم له قصيدة في القطب، لبنا أرها لكم مرة إن شاء الله، في يعني إيه القطب وما إلى ذلك. فيقول بعض الصوفية: قلت لبعض الأبدال المنقطعين إلى الله، وطبعا الشيخ النبهاني أيضا له في مقامات الأولياء وكراماتهم ودرجاتهم أيضا، والشيخ الشعراني وغير ذلك، يعني قال بعض الصوفية: قلت لبعض الأبدال المنقطعين إلى الله: كيف الطريق إلى التحقيق؟ لقى واحد من الأبدال دول اللي ماشيين لوحدهم كده المدروشين، فقلت له: كيف الطريق إلى التحقيق؟ يعني يتحقق بمعرفة الله تعالى. قال: لا تنظر إلى الخلق، فإن النظر إليهم ظلمة. قلت: فاكرين معنى الإخلاص؟ إسقاط الخلق من معاملة الحق، أدي معنى عدم النظر إلى الخلق. يعني خلي دايما قصدك هو إيه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. قال: لا تنظر إلى الخلق، فإن النظر إليهم ظلمة. قلت: لا بد لي، ما أقدرش، ما أنا بتعامل معاه، لازم يعني أتعامل معه وجملهم. قال: فلا تسمع كلامهم. ما دام هتنظر لهم طب ما تسمعش كلامهم. قال: فلا تسمع كلامهم، فإن كلامهم قسوة. كلام البشر يقسي القلوب، لأنه يا إما ذم يا إما مدح، فذم يثير فيك الغضب ويثير فيك إيه؟ الانتقام، وإن كان مدح يثير فيك العجب بنفسك، ففي الحالتين أنت في ضرر. قال: فلا تسمع كلامهم، فإن كلامهم قسوة. قلت: لا بد لي، بتعامل معهم. قال: فلا تعاملهم، فإن معاملتهم خسران وحسرة ووحشة. قال: أنا بين أظهرهم، لا بد لي من معاملتهم. إزاي؟ ده أنا عايش معاه، بشتغل معاه في الشغل، إزاي ما تعملش معاه؟ قال: فلا تسكن إليهم، فإن السكون إليهم هلكة.
إذا كان ولابد أنت مضطر تنظر له وتسمع وتتكلم معاه وتتعامل، طيب ما تسكنش لا تركن إليهم، ما تعتمدش عليهم، خلي اعتمادك على الله وحده، فإن السكون إليهم هلك. قلت هذا لعله يكون، قال ربما والله ممكن نحاول الحكاية دي. قال يا هذا تنظر إلى اللاعبين؟ أنا بقول له يعني والله أما نشوف هنحاول الحكاية دي. فقال له إيه البدل ده الرجل الطيب ده؟ قال له يا هذا أتنظر إلى اللاعبين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتسكن إلى الهالكين وتريد أن تجد حلاوة الطاعة وقلبك مع غير الله؟ إزاي يا هذا؟ أتريد أن تنظر إلى اللاعبين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتسكن إلى الهالكين وتريد أن تجد حلاوة الطاعة في قلبك، حلاوة الطاعة وقلبك مع غير الله؟ هيهات، هذا لا يكون أبدا. ثم غاب عني. قال القشيري رضي الله عنه: فأرباب المجاهدة، يعني أهل الطريق، لأن الطريق مجاهدات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الطريق يا أخوانا مش مجرد أوراد وبس، وأنا بطوع نفسي هواها. الطريق مجاهدة، مخالفة النفس فيما ترغب من حظوظها. فأرباب المجاهدات إذا أرادوا صون قلوبهم، أنت بتجاهد ليه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والسبيل إلى معرفته صفاء القلب، لأن الحق جل وعلا غيب، سبحان من لا يعرف قدره غيره، فلا يمكن أبدا أن تدخل عليه بقلب غير سليم. فسبيل المعرفة بالله تعالى هو صفاء القلوب. فأرباب المجاهدات إذا أرادوا صون قلوبهم عن الخواطر الرديئة لم ينظروا إلى المستحسنات من الدنيا. قال: وهذا أصل كبير لهم في المجاهدات في أحوال الرياضة. أصل مهم في المجاهدات هو إيه؟ إن يخلوا باله ما يؤحش في الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، هي دي القضية، والآخرة خير وأبقى. الفائدة الرابعة من فوائد الخلوة: حصول الزهد في الدنيا والقناعة منها، وفي ذلك شرف العبد وكماله، وسبب محبته عند مولاه، وسبب محبته عند مولاه لقوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. طول ما أنت ما بتطلبش من حد حاجة يحبوك، أول ما تبدأ تقول له أنا عاوز حاجة هتلاقي إيه بدأ يعني يديك ظهر. هكذا البشر، ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنه ما خلقك إلا لمحبته، وسخر لك الدنيا لكي تتفرغ لمعرفته وعبادته، أجلك على أن تكون للدنيا فسخرها لك حتى تتفرغ لمعرفته. ده هو ربنا بيحترمك وبيحبك، أجلك على أن تنشغل بها فسخرها لك وضمن لك الرزق فيها، ولم يطلب منك إلا أن تسعى وأنت مطمئن. فأجملوا في الطلب، إن الرزق لا يطلب أحدكم كما يطلبه الموت، ده هو اللي بيطلبك، فأجملوا في الطلب. وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأجلك على أن تكون لغيره وسخرك له، وسخر الدنيا لك وأفردك لمعرفته ومحبته، فما خلقك إلا لمحبته لك. فالزهد في الدنيا
يحبك الله. ولا شك أن من انفرد عن الناس ولم ينظر إلى ما هم فيه من الرغبة في الدنيا والانكباب عليها يسلم من متابعتهم في ذلك، ويسلم من متابعة الطباع الرديئة والأخلاق الدنيئة، وقل من يخالطهم أن يسلم مما هم فيه. وقد روي عن عيسى عليه السلام: لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم. قلوبكم لا تجالسوا الموتى. قالوا: من الموتى يا روح الله؟ قال: المحبون للدنيا الراغبون فيها. ما فيش حديث لهم إلا هذه الدنيا. فتموت قلوبكم. الفائدة الخامسة: السلامة من صحبة الأشرار ومخالطة الأرذال، وفي مخالطتهم فساد عظيم وخطر جسيم. وفي الأخبار، يعني في الأحاديث والآثار، مثل الجليس السوء كمثل الكير، إذا لم يحرقك بشرره علق بك من ريحه. وقال سيدي عبد الرحمن المكذوب رضي الله عنه: الجلسة مع غير الأخيار ترذل ولو تكون صافيا. يعني مهما تكون انت صافي، لما تقعد مع الأرذال، يعني تنسى واحد ده رزل، يبقى ايه، يصاب الإنسان حتى ولو كان صافيا. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، ما لي أراك منتبذا وحدانيا. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، ما لي أراك منتبذا وحدانيا؟ فقال: إلهي، قليت الخلق من أجلك. يعني يا رب، أنا سبت الخلق من أجلك. فقال: يا داود، كن يقظان، خليك صاحي، وارتدي لنفسك إخوانا. أنت سبتهم صحيح، بس خليك صاحي، خد لنفسك إخوان بس خليك صاحي. وكل أخ لا يوافقك على مسرتي فلا تصحبه. كل أخ لا يوافقك على مسرتي، مسرة الله، فلا تصحبه، فإنه لك عدو يقسي قلبك ويباعدك مني. يبقى ده عدو لك. عشان كده زنون المصري بيقول إيه: يا ولدي، لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، يعني يوافقك على مسرة الله، ولا مع النبي إلا بالمتابعة، ولا مع الناس إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالمحاربة. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور.